كان ليا دور في المؤتمر النسائي ان احنا توجيه الدعوات للرموز او الحضور اللي هيجوا على المنصه، بالاضافه للباقي الناس يعني عامه، مش بس اللي هم المنصه. طبعا اول حاجه عملنا قائمه بالاسماء المدعوين، طبعنا الدعوات، بعد كده اتجهت انا والاستاذه ناهد لكل واحد للمكان عمله، البيت، اي مكان، بنوصل الدعوه لغايه البيت بندعو وبنأكد على الحضور، مع ان احنا كنا بنأكد عليهم ان احنا لو في وسيلة مواصلات ممكن تجيبهم، لو ما حد معاه عربية خاصة، لو ما معهوش احنا كنا بنوفر له وسيلة المواصلات اللي تجيبه وترجعه، وده طبعا علشان ايه؟ تسهيل الحضور لكل القادة او الرموز. وطبعا احنا كان في الرموز دي من داخل الحميدات وبرضو كنا من بره الحميدات. نوعنا قائمة الحضور، يعني كان في من الإعلام، كان في من الصحة، كان في من التعليم، وكان في شخصيات عامة. مشاركة في اللي هو المؤتمر النسائي، أنا كنت مسؤولة عن قائمة تقديم المشروبات للضيوف، وكانت معايا مجموعة عمل كنت القائد بتاعهم، كنت موزعاهم في المؤتمر، واحدة مسؤولة عن المنصة اللي بتيجي تقعد على المنصة بتشوف المشروبات وتقدمها، واحدة عن في الصفوف الأولى والتانية وفي النص، وكنت بقدم لكل ضيف بيجي بديله الضيافة بتاعته من المشروبات.